مساء الخير، هلا والله، يا حيا الجميع، شوفكم مسويين ان شاء الله طيبين. هذا ثاني يوم هنا في البيت، لكن اليوم صحيت صباح وفيصل قال لي خبر. انا الحين بشترك في القناة. حلو. اذا اشتركت في القناة ما تجيني التنبيهات حقت الفيديو، لازم اشغل الجرس. اضغط عليه؟ الكل، اذا شغلت الجرس توصل لك الفيديوهات اول باول. يعني الحين اي وقت انزل فيديو يطلع لك شعار كذا على الجوال. صحيح. اول قال انا كنت بس مشترك من مفعل التنبيهات، ما كنت ادري اصلا. يعني الحين تشوف الفيديو اول باول. ايه. خلاص حلوين. اي احد من اصحاب ثنيان مشترك اضغط على الجرس، بس اول ما ينزل فيديو راح يجيك تنبيه. أوه. كذا تعرف ان نزلنا فيديو. يلا حي عيسى. هلا والله. جاي ان شاء الله؟ اليوم الضيف. اكد الموعد؟ خلاص الضيف جاي. ممتاز. لازم الحين نبدا ونكسب ماركت ونجهز الاغراض. يلا ما هو وقت. عسى ماركت؟ يلا سريع. بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا اليوم. هذا اول مره نطلع بيت الجديد. الحاره هذه مره هذه الحاره. هذا السوبر ماركت اللي جنب بيتنا. شو الاشياء اللي كتبناها؟ كل واحد له شيء عشان بسرعه. عيسى، ثنيان، فيصل. ايش هذا علي؟ حبك ونعناع وكراث وموز. ايش علي؟ خبز توست وذره ومندي. حلو. طبعا هنا لازم طابور وكل واحد يترك مسافه بين الثاني 6 اقدام. عيسى اخبار؟ طيبين الحمد لله. كل شيء تمام؟ فيصل بيدخل اول. في عدد محدد من الناس يدخلون جوا. بالضبط، شوف هناك في سكرتي عند الباب، كل ما يطلع واحد يدخل واحد. طبعا دخلنا تسوقنا سريع 5 دقائق وزعنا المهام كل واحد له شيء على طول. مزقين عند الكاشير بنحاول نلحق لما يجي الضيف خلص كل شيء. يلا ما في وقت. ايش صار على المناديل؟ انا رجعتها اشترينا 6 مناديل كل واحد واحد. ايوه كل 3 نوع قالت لا، كل عمليه شراء منديل واحد بس، علبه واحده بس. قلنا احنا 3 رفضت كمان، رجعوا كل الباقي. ايوه الحين اضطر اني ادفع مره ثانيه انا فاتوره الواحده عشان اخذها. يا ليل الليل حتروح الاغراض. والله حتروح. سمبوسه شريته؟ ايه. طبعا حاليا بدات تجهيزات للضيف. يلا ما في وقت ابدا. على طول. عيسى ايش راح تسوي اليوم؟ اليوم عندنا فرزانات هنا نسويها، بيتزا وسمبوسه وشويه معجنات. حلو. وفيصل ايش بتسوي؟ ان شاء الله صينيه توست مع بالدجاج. حلو. تسوي ثنيان؟ اليوم بسوي شوربه ان شاء الله ضيف. يلا بدانا؟ يلا بسم الله. كيمو حطها وضعها. ما اشتغل كامل. شوف يا جماعة، هذه أغرب هدية وصلت، وأنا جاي من السعودية لهنا على طيران دلتا. أعطوني هذه الشنطة، توقعت فيها شربات، في مشط، في كريم، فرشاة أسنان، أخذتها معي زي كذا، قلت بفتحها في البيت بعدين. لما وصلت البيت فتحتها إلا شوف إيش فيه. هذه أغرب هدية وصلت. شوف كيف فازات حق الفرن، بس تصميمها غريب. شوف يعني إذا طلع شيء من الفرن كنا لابسهم زي كذا. شوف كيف تطلع شيء سواه. الجميل انه حتى هنا مغطي، يعني لو بالغلط يدك صقعت هنا، دخلت يدك زياده، الوضع كله محمي. سكويز تبدنا منها اليوم والله. يعطيكم العافيه. غريب انه بالطياره اعطوك اياها، انا طباخين هذه ما هي. اتوقع حركه تسويقيه ممكن، عشان كل واحد يصورها يقول وصلتني هذه حاجه غريبه يعني. اقول لهم هذا شبع انا فطر بدري. ايش سويت؟ ايش؟ الثلاجه خربانه. اعطينا هديه. عيسى كلها يا اخوان، طلع ثلج وطلع المويه كامل. الضيف جاي يا عيسى. ما عاد كيف اسويها والله، ما حد عارف البيت هذا. وهنا راح نبدا نسوي شوربه ان شاء الله، شوربه دجاج بشعريه. 10 دقائق وتكون جاهزه الشوربه. تقريبا كذا نكون خلصنا، والضيف موجود تحت. موجود. يلا 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 سلموني عليه. روح ناخذ ضيف. بسم الله. هلا بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ وحرك طيبين. تفضل. ابغى اشوفك والله مسوين وراك. تفضل. حياك الله في بيتنا الجديد. ما شاء الله. مرحبا مليون. تعرف اخر هذا اليوم شغال طبخ. ما شاء الله. ايش طبخ له؟ يلا عبد الله حييك. ايش الكلام هذا؟ بسم الله. خلاص 7 دقائق. يا عليك. افا عبد الله تراك مزوده شويتين انت. تعال اقعد. اقول لك يعني من اول السنه تجي لما تجي تسوي لك كذا. شوف تسناب. شوف شو المعدل. لعبها اذن يا شباب. اذن. يلا بسم الله. فيصل جاهزه؟ يلا. حياك الله عبد الله، استريح. لازم ناخذ الاحتياطات. اقول اذن. يلا يلا. هذه صينية فيصل. الله حتشوفها قفص. كذا صرنا تكون جاهزه. العافيه يا شباب، ما قصرتوا. ما قصرتوا. ما قصرتوا.
شوف فيصل كالعادة. مش هذيك. خلي 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 طبخة اليوم. هذه طبخة اليوم. الرئيسية. دوب وطي رايح. وهنا بعد باقي سمبوسة خضار. واحد. 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 كينج. ماسك كاميرا. يلا سمينا. يلا سمينا. بسم الله. كينج اشتكت لطبخ فيصل. اوه. والله اشتكت. تعلمت عليهم والله. اوه. كذا ها. بيجي هاي كواليتي ان شاء الله بعد. خبرة ها. ليش كذا يا عبد الله؟ ليش تطلب بيتزا؟ يا اخي لازم ما تجي كذا خاوي سنتين بعد حق الشاهد هذا الشاهد الحمد لله يا رب كذا يكون انتهينا من الفطور تكون عافية شباب ما قصرتوا يلا حيا الضيف الله يحييك نورت تكون عافية على السفرة ما شاء الله عليك عبد الله اجلس في ايش تسوي سوي خلاص انطلق سويها طيب انا اختلف مع جوجل شوية اي جوجل اي والله سواليف تجيك اسألها اسألها امبورتن الله اكبر الله اكبر سمع الله من حمده الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قهوة يا ولد جاي طريق صباح الفل صباح الفل لو تذكر انت قلت انا هلالي حتى اطلع فوق احسن يلا قهوة جاهزة طالبين شوي 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 الضيف هناك قاعد ينتظر لا زعلنا ادري انا بروح اسولف معه الحين شوي انت خصوصا شوي طيب اسولف معه ايش تراكس بيوم في كل شيء يعطيه العافية مشترك في كل القنوات يو اف سي اي قناة ثانية مشترك فيها معقد التلفزيون صح؟ والله معقد مرة استهبال هذا موضوع هذا شو كم كنترول لوس بس تشب النار لها انت عيسى تسلم تسلم يا عيسى النار بشبابها النار بشبابها اهني صراحة انت صراحة هذا حق عصاية مليون؟ لا وش فيه طيب وش استلف وش فيه لا بس الارقام ترى الارقام ما هي مقياس دائما خلصتوا قهوه يا شباب ايش رايكم نركب هذه يلا زين رمضان زين رمضان وين ناويين تعلقونها انا اقول لف حول البيت ايه اشياء غريبه تحدث والله هي ايه سمعتوا ولا سمعتوا؟ ايه فوق صح؟ ابوي الجن ورانا حتى هنا؟ شو سوي؟ صيده امسكه امسكه يا ابو والله هنا ايه هرجع يا عيال الحلال من اول شيء تسكر ايوه والباب كان مفتوح وش الصوت هذا يا سمعته؟ صوت شيء تسكر ايه نشوف طبعا عائله بسيطه من اللي سكنا في البيت هذاك يا
تدخينه مقطع هاي كامل كله كله كذا مدخل يا توم شوف زي كذا طلع طب حلوين انت بيتون باقي طرف ثاني بعد ما علقناها وخلصنا حاليا بناخذ عبد الله وجوله في البيت غرفتك مرتبه اهم شيء مرتبه تمام دائما مرتبه تمام كم صح حيا بعد حيا حيا من تحت يلا في غرفه اصلا تحت اخوك استنى فيها والله اخوك والله برد افضل شيء احنا سمينا الغرف هذه اللي تحت غرفه كندا برد نسبه للبرد اي برد زي ما تشوف هنا برد افضل شيء هذه غرفه فيصل اوكي شايف الغرفه اول شيء سمير حلو بس يا اخي بادة في دفايه والله في حياك فوق هنا زي ما شفت المطبخ هنا مثلا غرفه الطعام عندنا وهنا جلسه التلفزيون وهنا بلكونه خلينا نوريك البلكونه تعال هذه البلكونه جميله شوف الجيران شوفهم من هنا والله حالات ايرت شوي تقدر تشوي الا بس يبغى لنا نشتري الجهاز حق شوي المكان رايق وهادي مره الحاره هاديه جدا هادي الساعه كم الحين ناس نايمين هم من 10 ما سمعنا بحس الحين بنطلع فوق هنا سمينا هنا اللي فوق السعودية واضح هذه هنا غرفة كنكون كنكون هذه هنا كنكون مكسيك مكسيك هذه غرفة مكسيك اوكي ليش كنكون طيب نسبة للدفا والاجواء الرايقة هنا مع الشباك هذا كنكون يا رجال هناك جزر هواي فزي ما تشوف حمام كرامة هنا السرير وهنا وراك الخزنة بس غرفة صغيرة مرتبة حلوة ايوه هنا غرفه الغسيل ما قصر حط اشياء كثير قلفزات متكفل بكم صراحه صراحه ما قصر ما قصر بس لما نطلع نرجع للبيت انظف واكثر بعد ونعطي ورد هذه ايش سميت غرفتك هواي هذه غرفه هواي هذه غرفه عيسى ما هي بحاره معتدله نعم عشان شبابيك انا عندي رياح استوائيه تجيني عجيب ما شفت دوره المياه دوره المياه والله والله ملكيه ملكيه عيسى اعطيك البطانيه تعطيني المرايه هذه لا عيسى هذه حبه السرير خذ السرير سير المرايه طيب اللمبه 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 بالله كيف مره تعال تعرف عنوان وتعال اخذ وين مضبوط الحين ناخذ مثال خلاص انه بيجي خلاص مثال خلاص يلا الحين بعد ما راح عبد الله عيسى قاعد يعدل زينة اللي حطيناها زينة رمضان حلو حلو كذا تمام حاليا شباب يجهزون للسحور انا لقيت هذه السلطة جاهزة من السوبر ماركت بس اضفت عليها ذرة اضيف عليها بعد تونة جتني رسالة من حط الله من 30 قال لي هذه التونة قريبة من التونة اللي عندنا فراح ادوقها اليوم شوف كيف دوم انه سحورك صحي ما ودك توت معه توت نباتي صح نبات مغير سكر شكرا انا احط وين البيتزا السحور جاهز يلا زي بيتزا كاميو اقلونا كويس هذا ايش اديشن هذا كانت التون يعني هذا توم معاه صغرته ما شاء الله عليه اخبار يا جماعه ايش مسوين؟ كيف رمضان معاكم؟ كيف الامور؟ ايش تتابعون مسلسلات؟ فلوقات؟ لا والله تابع فلوقات انا والله اشوف كثير يكتبون نتفلكس اكس فلوقات ثانيه بالضبط دحين مسلسلات رمضان اكس فلوقات صح طيب يا جماعه هي راح نفلوق اليوم يعطيكم العافيه على المشاهده وصورنا مقطع للقناه الثانيه راح نشوف المقطع تحت ان شاء الله وراح يكون في فلوق جوله في الحي في اشياء شفناها وقلنا لازم نصوره بفلوق اكيد يعطيكم العافيه على المشاهده مره ثانيه وسالم يقول لو راح يكتبون عنوان على كتاب حياتك ايش العنوان اللي راح يكتبونه عنوان حياتك ايش بيكتبون تتوقع الله ضياع عسى ضياع ماشي على بركه الله الله اكتب تحت في الكومنتات راح نشوف الاجوبه كمان ثاني خالد عيسى فيصل اشوفكم على خير سلام سلام عليكم سلام شيء أول مرة ترى من جد أول مرة والله والله أول مرة حيو عيسى حيو عيسى أوه يا عيسى طارق أوه يا عيسى إيش يطلع مبين الكمامة هذه كل مشكلة حل اللي الله عليك انقطع احنا نازلين